السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في الكارتي لوي ام، مرشي لوي ام، ومرشي لوي ام هذا عندنا قهوة جديدة حلت الله يبارك قدام سماكة، وكان هذاك اللي يخدم لي ماشينة تبوس متاع خياطة. دوك ندخلوا قهوة نوريكم القهوة هذه مليحة. كافي معهم دو طابل الله يبارك نضاف، ان كونتوار كما راكم تشوفوا، الماء كليماتيزي، كافي كليماتيزي هذا جاي في لوي ام، و تواليت كما راكم تشوفوا، لافابو كما راكم تشوفوا، انا بريسا كافي ا دو برا الله يبارك، لافابو ما عندي ما نقول لك، ستيكاج سي تري بروب، مش كانت جديدة برك عندها شهر ملي حلت، بصح واش هو ستيكاج سي تري بروب. نضافة تلفزيون كيما قلت لكم سي سال كليماتيزي، وكاين بعض الناس يقول لك سال كليماتيزي ما تكيفوش الداخل، سي نورمال ما تكيفوش الداخل خير، باسكو الدخان لا كليم ما يتلاقاوش، يقدر يخلق امراض اخرى. المهم كيما راكم تشوفوا قهوة نظيفة 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 فوق اللازم كيما راكم تشوفوا، مش كاع جديدة ورا برك فيا نظيفة ولا نظيفة كيما راكم، التواليت لافابو لي طابلي باه جاي في بلاصة اون فاس، كيما راكم تشوفوها مارشي لوي ام. مارشي لوي ام عندنا حلابة وراه، عندنا وسمو كان كيري، انا اللي يخدم المواشن هنا، وعندنا حتى حفاف. المهم القهوة هذه مرحبا بكم. بون كيما قلت لكم القهوة هذه راهي حلت عندها قريب الشهر اللي حلت، راهي في المارشي تاع لوي ام. وشو القهوة هذه لو بلوس صحة، نظافة، لا بروبرتي، لي زافابو، تواليت كاين، حاجة ما تخص لاكوي الاستقبال، ولا لاكوي كيما قالها مولاها الاستقبال، وتحل اش 24 7 سور 7 يعني 7 جور سور 7 جور و 24 سور 24 يعني تجي ربعة تاع السوا تلقاها حالة، ساعة تاع السوا تلقاها، نص نهار تلقاها تحلى، لابري ميدي تلقاها حالة، كيما دوك راهي الوقت كي داير راهي الوقت الوقت، دوك نشوفو الوقت كي داير ونقول لكم هذا الوقت ما داير وقت انا. راهي ثلاثة غير ربع دقايق، ثلاثة غير ربع دقايق هاي حلا، يعني ما تسكرش خلاص قهوة. مرحبا بكم فيها وإن شاء الله تلقاوها الخير، ولاكوي كيما كان مولاها لاكوي سوري تري بيان زاكوي، القهوة ما عندي ما شاء الله القهوة يرحيها لهنايا، قهوة سخونة، كاين كاين كلشي، كاين الكاطو، كاين بريوش، كاين كرواسون، كاين كان المهم كان بزاف حوايج، خبز الدار كان حتى خبز الدار، ماشي خبز الدار خبز الدار، الكاطو تاع الدار. ومرحبا بكم اي وقت، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كنت مع فؤاد الخلف في راس الوادي.